هذا النشيد الوطني إذا لاحظت وسط الطريق المقابلة مقدمة وعنوان كبير لمن سيتابع هذه المواجهة، لا للهزيمة لا للتعادل، لأن الانتصار هو الحل الكامل للطرفين. فريق المغرب الفاسي لديه مقابلة مؤجلة وسيسعى لتحقيق الانتصار، والجمعية السلوية تريد عدم تفويت الفرصة. إذا فريق المغرب الفاسي سيدخل بالتشكيل الآتي: عزيز الكناني، زكريا إسماعيلي، يونس اليوسفي، أحمد الرحماني، مهدي بلعروسي، محمد علي بامعمر، عبد اللطيف النصير، هشام الفاتحي، موسى تيغانا، عبد الهادي حلحول، عماد الموسمي. إذا كانت هذه التشكيلة الأساسية لفريق المغرب الفاسي، والمدرب عبد الرحيم طالب الذي سيكون في التشكيلة في دقة الاحتياط. في حين تشكيلة الاحتياط هناك محمد أمير الناصري، هناك ديوس دو سانتوس، جلال مصلح، خالد كريكش، عمر النمساوي، أنس التقناوتي. إذا سنتابع بعد لحظات الجمعية السنوية التي ستدخل بالتشكيل الآتي: كريم الهجوج، أمين الشيباني، عبد الرحمن اللعبي، مراد حيبور، علي أشلة، محمد حمدان، محمد سفيان بن ديدان، توفيق سيتو، يوسف القناوي، بامبا إيسيكا، نبيل كوعلاص. إذا التشكيلة هذه الأساسية للجمعية السنوية. في حين التشكيلة الاحتياطية هناك مراد بن يونا، حمد العشير، هشام كلوسوي، للشو رفيق الماموني، محمد الطاووس، وسفيان طلال، والمدرب هو محمد أمين بن هاشم، ويساعد بطبيعة الحال العسل الذي التحق بالفريق مصطفى العسل التحق بفريق هذا الأسبوع عوض كحل العيون. إذا بعد لحظات غادي تنطلق المباراة ما بين الطرفين. يقود طاقم تحكيمي من عصبة البيضاء بقيادة الحكم منير الرحماني، والحكم المساعد الأول محمد الحميدي، في حين الحكم المساعد الثاني عبد الحق فتحي، والحكم الرابع ياسر القاضي، في حين الديمي يعني هو مندوب المباراة. إذن بعد لحظات ستنطلق المباراة ما بين الطرفين، ما بين فريق المغرب الفاسي وكذلك فريق الجمعية السنوية. لقاء كما قلت هو سيحدد، لا أقول مسار لأنه الحديث عن مسار وحديث سابق لأوانه، ولكن بداية الاندحار أو بداية العودة هي أهم العناوين التي يمكن أن نسطر عليها من خلال هذه المباراة. الكل تابع انطلاق هذه الدورة، الدورة 18، والكل رأى متغيرات هذه الدورة، ولكن الأكيد الأكيد بأنه الصراع سيبتدئ من خلال هذه الدورة. فريق المغرب التطواني يمكن اعتباره من أكبر المستفيدين، استفاد بشكل جيد فريق المغرب التطواني حتى والطريقة. لن ندخل في الحيتيات ولن ندخل في التعليقات على أداء الحكام، ولكن سندخل في أداء والنتيجة. سنترك التحكيم لأصحاب الاختصاص، وأعتقد بأنه فريق المغرب التطواني استفاد من مباراته أمام الوداد الفاسي، استفاد بظروفها، استفاد بحيتياتها، وهي مباراة كرة قدم لا أقل ولا أكثر. واستطاع فريق المغرب التطواني أن يحقق الانتصار ويعود لسكة الانتصار بعد طول الانتظار، وبالتالي المغرب التطواني يمكن أن أقول بأنه الهدف هدف نعيم، كان بالتالي صار رصاصة الرحمة، وكان الهدف قاتلا في مرمى الوداد الفاسي الذي يمكن أن أقول بأنه لم يكن محظوظ خلال تلك المباراة، واستسلم أقول للحظ ولرغبة كذلك فريق المغرب التطواني، الذي يمكن أقول بأنه الهدف جاء بطعم انتصار ولم يكن في البال ولا الحسمان. انتصار كان في آخر الدقائق بعد أن الكل كان ينتظر أنه سيسير نحو التعادل. إذن هذه من أحدى المعالم وأقوى المواجهات التي جمعت بداية هذه الدورة. فريق شباب الريف الحسيمي يمكن أن أقول بأنه حسن الرقراقي هو بطل المواجهة، هو بطل اللحظات، وهو المدرب الذي صنع الحدث بالحسيمة. يمكن أقول بأنه لو كان حسن الرقراقي يعلم رحل عن وجده مبكرا، ولكن أعتقد بأنه هذه هي سنة الأقدار وهذه سنة كرة القدم. الرقراقي 3 مباريات 9 نقاط، يمكن أقول بأن العلامة الكاملة بامتياز في مسار القناوي الآن. وعلى كلا الحكم يقول خطأ ضد القناوي،
يقول خطأ ضد القناوي، كما قلت بأنه هذه أحدى العناوين. ففريق شباب الريف الحسيمي بعد هذا الفوز الأخير أمام فريق أولمبيك خليبكا، يمكن أقول بأنه رجل المرحلة بامتياز وأكبر فريق استفاد من بداية مرحلة الذهاب، لأنه استطاع أن يحقق 3 انتصارات متتالية، ويمكن أقول بأن كان وقع السحر على فريق شباب الريف الحسيمي وجمهوره، وأكبر فائز هو المدرب حسن رجلاهي. الوداد بالأمس قدمت لقاء كبير بكل المقاييس، لقاء ما بين الكوكب المراكشي والوداد، أعطانا صورة أخرى عن صراع الأقوياء وعن صراع أصحاب المقدمة. الكوكب السبسلة في الدفاع عن شباكي، السبسلة في الحفاظ على عذرية شباكي في مباراة رتمها كان رتم صعب بشكل جيد، وكان الرتم قوي وسريع. يمكن أقول بأنه نقطة تفيد الكوكب ولا تنفع الوداد بشكل كبير. فريق نادي القنيطري يمكن أقول ينجح ويمضي في صمت التعادل أمام حسنية أكادير، أمر غير سهل. فريق نادي القنيطري شتان ما بين هذا الموسم والموسم الآخر في الدورة 17، يصل لحاجز 23 نقطة، أعتقد 22 نقطة من أصل 17 مواجهة، يصل ل 22 نقطة، لديه مباراة مؤجلة. فرصة الآن، فرصة لفريق الجمعية السلوية، على فرصة كانت فرصة خطيرة لفريق الجمعية السلوية، كانت فرصة، ولكن الكيناني كان حاضرا في المكان المناسب. كرة الآن أمامية، يمكن أن أقول بأنه بعض الشوارع وبعد الأخطاء الدفاعية يمكن أن تكون قاتلة في دفاع فريق المغرب الفاسي، ولكن أعتقد بأنه هذه الفرص الآن الكل يعرف، خصوصا التقنيين، بأنه التركيز الذهني يلعب دور كبير خلال الدورات الأخيرة، لأنه أكيد كل فريق يريد أن يحافظ على مكانته داخل القسم الوطني الأول، ولكن أكيد بأنه الفريق الذي يركز بشكل كبير، كرة الآن أمامية، يركز بشكل كبير على العامل النفسي هو الفريق الذي يمكن أن يحسم بشكل كبير، لأنه مسألة الدورات الأخيرة خصوصا لنفسية اللاعب المغربي التي تبقى هشة، وبالتالي أكيد بأنه عندما لا تكون خلفية وعمل قاعدي على التركيز على نفسية اللاعبين، آنذاك يكون الانهيار هو سيد اللحظة. الحكم يطلب مواصلة اللاعب، كرة الآن في وسط الميدان. قلت بأنه المدرب عبد الرحيم طليب الآن نزع اللون الأحمر وارتدى اللون الأصفر، والآن فريق المغرب الفاسي سيسعى رفقة عبد الرحيم طالب لتأمين البقاء. كما قلت بأنه مع بداية، أنا لا أزكي ولا أثمن اختيار طالب، هذا الأمر ليس من اختصاصنا بطبيعة الحال، ولكن قلنا بأنه طالب رجل المرحلة، ارتأى فيه المكتب المسير ورجل المناسب في هذه الظرفية المناسبة، وأعتقد بأنه لعبد الرحيم طالب باع طويل في هذا المجال. كنا نتذكر السنوات الأخيرة التي كان مع فريق الوداد الفاسي، وكيف كان يسعى لتأمين البقاء بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وكنا نتذكر مسار الموسم الماضي كيف نهضت البركان، كانت عالقة في أسفل الترتيب واستطاع معها العودة بامتياز لوسط الترتيب وتأمين البقاء، وأصبحت نهضة بركان في حديث النسيان عن مسألة البقاء أو النزول التي تركتها للنادي المكنسي ورجاء بني ملال. إذا الكرة الآن محاولة خطيرة، هذه كانت محاولة خطيرة جدا، محاولة كانت خطيرة، كادت هذه المحاولة أن تغير مسار الكرة في اتجاه مرمى حارس فريق الجمعية السلوية. كما قلت بأنه عبد الرحيم طالب الآن سيسعى للعودة بشكل قوي في البطولة الوطنية، وأعتقد بأنه هذا الأمر أمر لا أقول سهل، ولكن ليس بالسهل وليس بالصعب، خصوصا بأنه فريق المغرب الفاسي لديه من الإمكانيات البشرية للعودة بسرعة لمركز الأمان. كرة الآن أمامية، ولكن الصراع سيكون كبير وكبير جدا، الصراع سيكون كبير وكبير جدا.
هناك خطأ في التشكيل الممنوح لنا. هشام الفاتحي لديه رقم 8 في حين في الورقة الثانية الآن لديه رقم 7. أتمنى مثل هذه الأخطاء أن لا تتكرر. الكرة الآن في وسط الميدان لصالح فريق الجمعية السلوية أمامية. كانت الكرة في اتجاه لاعب القناوي ولكن فقط الآن للتماس. الفريق الذي سيحافظ على تركيزه ويبقى في أجواء المباراة هو الفريق الذي سيحافظ على مساره بجانب الجمهور فريق المغرب الفاسي الذي كذلك يمكن أقول رحل بأعداد لا بأس بها لمتابعة الفريق. هذه محاولة ولكن مرت جانب من توفيق سيتو. تعود مرة أخرى في وسط الميدان كيحصر الكرة هشام الفاتحي. كرة الآن أمامية. هشام الفاتحي كان يغيب عن المواجهات من جانب فريق المغرب الفاسي. هشام الفاتح من بين اللاعبين الذي يمكن أقول بأنه كان مساره جد موفق لكن يمر بلحظة فراغ. ولكن أعتقد بأنه اللاعب هشام الفاتح لديه كل الإمكانيات للعودة لمستواه الطبيعي خصوصا بأنه من بين اللاعبين اللي عندهم إمكانيات قوية لا في المسار الذي كان مع فريق الفتح الرباطي ولا مع الجيش الملكي ولا كذلك مع فريق الأم فريق اتحاد جمهورية الخميسات. هشام الفاتحي الذي يمر والده بأزمة صحية وعكة صحية نتمنى له الشفاء ونتمنى كذلك العودة لهشام الفاتحي بتركيز كبير لتنعكس على مساره. كان من بين اللاعبين القناصين وكان ينافس على هداف البطولة ولكن كما قلت أزمة الصحية الوعكة الصحية الخطيرة التي يمر بها والده تؤثر عليه بشكل كبير على تركيزه. إذا على العموم الآن تعود الكرة تغيير اتجاه الكرة في اتجاه القناوي. القناوي الآن في صراع على القناوي. أعتقد بأنه القناوي كان من أكبر الخاسرين في الصفقات الشتوية كان قريب من الانتقال للرجاء لفريق الإمارات الإماراتي لكن القناوي تحصل على ضياع صفقته سمى بأنه هناك بعض المشوشون أثروا على صفقة انتقاله وبالتالي كان يراهن. الكل يعرف نفسية اللاعب المغربي والكل يعرف الوضع الاجتماعي للاعب المغربي فأكيد بأنه الطموح نحو الحسن والأحسن. هذا طموح ليس فقط لقناوي أو للاعب المغرب من كل لاعب العالمين ولكن أكيد بأنه الرغبة في معانقة الاحتراف وفي تحسين الظروف المادية تبقى الظروف المادية والاجتماعية من أهم النقاط التي يسعى إليها اللاعب المغربي بكل أسف أقولها بكل أسف. ولكن مكرهون إخوانكم ولاعبكم لا أبطال لأنه أكيد بأنه الرغبة في الاحتراف كما هو متعارف عليه عالميا وليس إفريقيا هي نحو مسار أفضل نحو مسار احترافي. أقول مسار احترافي كل ما يعني تحسين من ناحية المستوى المهني إن كان صحيح هذا القياس ولكن تحسين المستوى الاجتماعي يبقى هو والمادي هو الأساس بشكل كبير. أما كارير كلاعب كمسار مهني تظل في الجزء الثاني. إذا هذه محاولة وضربة خطأ يحصل عليها نبيل كولاس. هناك القناوي هناك توفيق سيتو إذا سنتابع الآن سنتابع ضربة خطأ القناوي ولكن للحارس الكيناني كان في المكان المناسب. الكيناني كيدخل بسرعة كرة الآن عالية تعود لنصير نورتين مرة أخرى في وسط الميدان. حلحول حكم يطلب بمواصلة الكرة. نصير في صراع ولكن ضربة خطأ. الحكم الرحماني كيقول ضربة خطأ لصالح فريق الجمعية السنوية. مرات 12 دقيقة من عمر هاد الجولة الأولى. دائما
صفر لمثله. كرة الآن أمامية، الدورة القادمة هي دورة صعبة، دورة صعبة. الجمعية السنوية سترحل لتطوان، وعائل من تطوان التي الآن تمني النفس في معانقة اللقب. كذلك فريق المغرب الفاسي تنتظر مواجهة ليس أحسن حالا من الجمعية السنوية، سيواجه أبناء المدرب عبد الحق بن شيخة. كرة الآن في وسط الميدان، إذا حلاوة البطولة وقوة البطولة ستزداد مع مع توالي الدورات. توفيق سيتو، ولكن فقط لعزيز الكيلاني، بسرعة الكيلاني ولكن بتركيز. تعود لعبد الرحمن اللاعبي في وسط الميدان، جاء الكرة الأمينة الشيباني، أمينة الشيباني في وسط الميدان، ولكن الحكم كيقول ضربة خطأ لصالح زكريا الإسماعيلي. زكريا الإسماعيلي فرض مكانته كلاعب متوسط الدفاع لفريق المغرب الفاسي بعد ما انتقل هذا الموسم بعقد موجب سنتين ونصف مع فريق المغرب الفاسي. كرة الآن أمامية، ولكن فقط تعود مرة أخرى لصالح فريق الجمعية السنوية. أمامية في اتجاه القناوي الآن، ولكن زكريا الإسماعيلي كان تدخله جيد خلال هذه المحاولة. تعود الآن للتماس، تماس لصالح فريق الجمعية السنوية. مراد حيبور يطلب الإذن من الحكم حول المكان القانوني لتنفيذ التماس. كرة أمامي في اتجاه الكناوي، ولكن فقط لبلعروسي. تعود الوراء، تغيير اتجاه الكرة الآن أمامية للكناوي. الكناوي الآن في صراع، كيبرر الكرة ولكن يرفع كرة عالية بعد ما كان أمامه محمد علي بامعمر. إذا مرت 16 دقيقة تقريبا، 15 دقيقة من عمر هذه الجولة الأولى، أي ربع ساعة الأولى. هي ربع ساعة تكون جد مهمة في مسار أي مباراة، خصوصا لأي فريق يسجل. في وسط الميدان حلحول، كرة أمامية المهدي بالعروسي، توفيق سيتو، نبيل كولاس، ولكن الحكم كيقول تعود الآن في وسط الميدان. نصير نورتين في وسط الميدان الآن، نتابع هذا المحاولة تغيير اتجاه الكرة. إذا الكرة الشميلة في اتجاه القناوي، القناوي الآن أمامه نصير، وصار كان تغطية جيدة. تدخل يوسف في تغيير اتجاه الكرة. في وسط الميدان لزكريا الإسماعيلي، مهدي بالعروسي، كرة أمامية، عبدالهادي حلحول، عبدالهادي على حول الآن سيحاول الاختراق يمرر، ولكن التغطية كانت حاضرة. تحاول الآن لهجمة مضادة، نبيل كعلاص يهيئ الكرة الآن، وحاول في وسط الميدان ولكن ما تعاملش مع الطريقة الجيدة. لاعب بامبا إيسيكا، بامبا إيسيكا ما تعاملش
بامبا إيزيكا ما تعاملش بطريقة جيدة. إذا الآن مثل هذه المرتدات يمكن أن تخلق بعض الثغرات في الدفاع. على الساعة الثالثة مساء اللقاء المنتظر للرجاء البيضاوي ضد النهضة بركان. الرجاء لديه مباراتين مؤجلتين، وأكيد بأن قفل اللاعب على أوراق البطولة ستبتدئ من مباراة اليوم. الرجاء ما زالت قابعة في وسط الترتيب مع مباراتين مؤجلتين. إذا ضربة خطا، الرجاء تتواجد في الرتبة العاشرة من أصل 15 مواجهة، حققت 5 انتصارات 5 تعادلات و5 هزائم. الكرة الآن عالية، تعود الآن لتوفيق سيتو. القناوي، القناوي استرجاع من باب عمر. نصير عبد اللطيف يقدم أداء جيد. نصير باب عمر، كرة أمامية في وسط الميدان. الضغط الآن، ضربة خطأ، ضربة خطأ من محمد حمدان. إذا سنتابع الآن ضربة خطأ، فعلا كان تدخل نوعا ما قوي. بام عمر، كرة أمامية، الإبعاد من عبد الرحمن اللعبي. يونس اليوسفي يقدم لقاء جيد أمام فريق الرجاء البيضاوي. كرة الآن عالية، كانت في اتجاه الفاتحي ولكن بعيدة شيئا ما. عبد الهادي حلحول، صراع كبير على مستوى خط وسط الميدان، صراع كبير ما بين الطرفين. استرجاع جيد من اليوسفي، تعود في وسط الميدان ولكن ضائعة. الحد الآن رتم جد متواضع لدى المباراة. كرة الآن أمامية ولكن فقط للتماس. كانت محاولة كانت ستكون جميلة، ولكن الحكم كيقول ضربة خطأ لصالح فريق المغرب الفاسي. في وسط الميدان كرة أمامية لهشام الفاتحي. عبد الحلحول عملية واحد، كانت فكرة جيدة، كانت فكرة جيدة ولكن التغطية كانت حاضرة. فام عمر، كرة أمامية الآن، تعود العمق ولكن فقط للحارس كرم الهجوج. محاولة وتدخل الكناني. ضربة خطأ كيقول الحكم، تعود الآن لزكريا الإسماعيلي.
دائما لحد الآن فرص نادرة للتسجيل، تغيب الخطورة عن مرمى الحارسين، لا للحارس كرم الأجوج أو للحارس عزيز الكناني. مديب العروسي وسط الميدان، هشام الفاتحي تغيير اتجاه الكرة في اتجاه نصير عبد اللطيف، أمامية والضربة رأسية ولكن تمر جانبا. ضربة رأسية ولكن مرت جانبا. من عماد الموسمي كانت ضربة رأسية ولكن مرت جانبا. إذا لحد الآن لا خطورة بالغة تذكر. كرة الآن في وسط الميدان، يوسف الكناوي الآن اقتضاء كبير على مستوى خط وسط الميدان، وبالتالي فكي صعب انه يكون تمريرات قصيره. نتابعوا الان هذه المحاوله، محاوله خطيره ولكن كان خروج جيد وحسابات كانت جيده لكرم الهجوج. محاوله الان عبد الهادي حلحول، با معمر لنصير، الرحماني با معمر، يونس اليوسفي، ولكن كانت تمريرة بعيدة. عماد الموسمي تعود لزكريا الإسماعيلي، نصير ما تقلش من الكرة، كرة أمامية. زكريا اسماعيلي تابعوا هذه المحاولة لعرفة احتجاج حق المدرب أمين بن هاشم، اعتبر بأنه كان هناك خطأ زميل ليحفر، إذا كان ممكن لإعادة هل كان هناك جر من اللاعب. لاعب بطبيعة الحال يوسف الكناوي أمام الإسماعيلي ما تنحاش بشكل واضح. كرة الآن محاولة، كان هناك اصطدام، كان اصطدام، ما كانش خطأ من لاعب فريق المغرب الفاسي، كان اصطدام عفوي ما بين عبد الرحمن اللعبي وكرم الهجوج. تابعوا بالفعل كان هناك اصطدام عفوي ما بين كرم الهجوج وعبد الرحمن اللعبي. يعني كيف ما قلت بانه المحاوله ما زالت يحتج على طاقم تقني فريق الجمعيه السلويه. اذا عبد الرحيم طالب أكيد الآن بأنه المباراة دخلت في حدود الدقيقة 26، وبالتالي ظهروا بعض الملامح وبعض الفرص اللي يمكن أنهم يخلقوا. إذن سنتابع الإعادة هنا، يد اللاعب يوسف الكناوي ما كانتش واضحه بشكل كبير، ولكن اعتقد الكناوي ما كانش ذكي في هذه المحاوله، لانه الحكم شاف بانه يد الكناوي مع زكريا اسماعيل كانت قريبه، وبالتالي اعتبر بان كان هناك خطا. كيف ما قلت هذه الصوره اللي تار على المدرب امير بن هاشم، بدعي ان هناك لم يكن هناك خطا، ولكن تبقى السلطه التقديريه وكامل القرار للحكم منير الرحماني. يعني مثل هذه المحاولات كتكون هي في الثانيه، وبالتالي فاكيد بانه مثل بعض المحاولات كتخلق جدل وكتخلق
إثارة في المباراة ولا كذلك في أعصاب المدربين ولا الطاقم التقني. ولكن على العموم ما كاينش هناك أخطاء كبيرة اللي يمكن أننا نتكلموا عليها، ولكن المباراة لا زالت الآن في حدود الدقيقة 27، دائما التعادل السلبي صفر لمثل فرص نادرة للتسجيل، ولكن هذا أمر كان جد متوقع بحكم بأنه الفريقين هما قراب في وضعية الترتيب، وبالتالي سيسعون للحفاظ على شباكهم أكثر من الهجوم، خصوصا في هذه النصف ساعة الأولى، لأنه الفريق لما كيتسجل عليه هدف وهو كيعيش هذا الترتيب وكيشوف فريق قريب له، فبالتالي كيكون وقع لا أقول سيء ولكن وقع نفسي كبير على اللاعبين، وبالتالي فالمدربين غاديين يسعوا بأنهم كيف ما كنقولوا أنهم يجيروا المباراة بأقل الخسائر، ولما لا أنهم يحاولوا أنهم يسجلوا، ولكن غيبقى التركيز على تحسين الدفاع وعلى عدم تقبل أي هدف وانتظار أخطاء الخصم. إذن على العموم هذا هو الطباع ديال 30 دقيقة اللي تقترب من انقضاء خلال هذه الجولة الأولى، وبالتالي يمكن نقول بأنه صفر لمثله. كرة الآن تماس، دائما جماهير الطرفين تشجع كما قلت بأنه المباراة حتى الجمهور عارف قيمتها، وبالتالي فهما كيواصلوا التشجيع بشكل واضح جدا. سنتابع الآن ضربة خطأ، ضربة خطأ صالح فريق المغرب الفاسي، كرة الآن عالية باتجاه تيغان لحد الآن الحاضر الغائب، كرة أمامية باتجاه نبيل كوعلاص، زكا إسماعيلي يبدو بأنه أصيب، أصيب خلال هذه المحاولة. تابعوا هذه المحاولة، فعلا قرار الحكم في هذه اللقطة لأنه كان لمسة يد، قرار صائب لمراد حيبور. مثل هذه الأخطاء المجانية لا أعتقد بأن خصهم يقوموا بها اللاعبين. ورقة صفراء لمراد حيبور، أول لاعبين اللي كيتلقى أوراق صفراء مراد حيبور. إذا مازال إسماعيلي كيتلقى إسماعيلي سيغادر سنتابع الآن ضربة خطأ اللي غادي نفذ ضربة الخطأ هو نصير، نصير كرة الآن عالية في اتجاه تيغانا الفاتحي، ولكن الإبعاد مبدأ الأمن والسلامة للمدافع الأوسط علي أشلة. تعود الآن الكناني، عبد الرحمن اللاعبي، منير الرحماني مركز استرجاع كان جيد،
سنتابع الآن زكريا إسماعيلي كيرفع الكرة في اتجاه تيغانا، كي هي الكرة جيدة ولكن كانت المتابعة جيدة، كانت المتابعة جيدة خلال هذه المحاولة الأخيرة. محمد حمدان تعود الآن وسط الميدان، فريق المغرب الفاسي يحاول الضغط على فريق الجمعية السيراوية من خلال تمريرات طويلة وعميقة من المدافعين الأوسطين بلعروسي وكذلك زكريا إسماعيلي. الحكم يقول ضربة خطأ، تعود الآن هذه المحاولة التي تلقى عليها اللاعب مراد حيبور ورقة صفراء، كيف ما قلت بأنها ورقة صفراء مجانية. الرحماني بامعمر الوراء، يعني لو مثلا لو كنت في الطاقم التقني أو حتى لاعب الأفضل أن مثلا في حالة القصوى، فإن كان أبغض الحلال عند الله الطلاق فأبغض الورقات الصفراء هي الورقة الصفراء لما تكون في تدخل لأحد في حق أحد اللاعبين لمحاولة يمكن أن تشكل خطورة، فهنا يمكن أقول بأن الورقة الصفراء ستكون حلال، لكن أن تكون ورقة صفراء بمثل هذا الشكل لا تغني ولا تسمن من جوع ولا تغني ولا كذلك تحمي شباك فريقي من محاولة حقيقية للتسجيل. أعتقد هذه هي البطاقة المجانية. نصير الآن بامعمر، بامعمر تغيير اتجاه الكرة الآن في اتجاه حلعول، سر هذا التواضع في الأداء لتواضع هذا إذا الكرة الآن في وسط الميدان. دائما سفر مثل أذكر ب باقي المباريات، نهضة بركان ستواجه الرجاء البيضاوي في مباراة تعيد بالشيء الكثير في الملعب الشرفي لمدينة وجدة في نفس التوقيت، مباراة أخرى لا تقل أهمية. الدفاع الحسني الجديدي والفتح الرباطي على أنه بمدينة فاس الجيش الملكي سيستقبل أولمبيك أسفي في كذلك مباراة تعد بالزمن الجميل للطرفين. إذن نحن الآن
نسير نحو الوصول للدقيقة 40، صفر لمثله. رائحة الهدف تغيب وملامح الإثارة تغيب، ولكن توالي الدقائق هي الكفيلة بالإجابة عن هذا السؤال. لكن 3 نقاط هي في أشد الحاجة لكل فريق، حاجة ماسة ينتظر فريق الجمعية السنوية من هذا المباراة، وهي 3 نقاط، لأنه هذه 3 نقاط هي تساوي 6 نقاط بمفهوم الصراعات نحو البقاء والابتعاد عن المنطقة المكهربة. ضربة خطأ الآن نتابع لصالح فريق المغرب الفاسي. كرة الآن أمامية، الارتقاء وزكريا الإسماعيلي حاضر في التغطية والإبعاد، ولكن يونس اليوسفي وحيد وبامبا إيسيكا، ولكن اليوسفي بكل هدوء. يوسفي الآن كرة أمامية، عقادي حلحول، الحكم كيقول ضربة خطأ لصالح فريق الجمعية السنوية. أعتقد لا الكناني ولا العجوج هما الآن، لا هما في راحة كاملة وتامة ولا في عمل أو انقضاض على الكرة، لا وفي الجهة اليمنى أو اليسرى، ولكن هم الآن في حرب أعصاب باردة. في حين لغة الجمهور ما زالت متواصلة، ولكن العالمون بالخبايا يعرفون قيمة هذه المباراة، ويعرفون بأنه الهزيمة هنا تساوي -6 وليس -3، لأنه كل فريق يريد تحسين وضعيته على حساب فريق آخر، لكن لا غالب ولا مغلوب. وللأمانة التعادل سيفيد الجمعية السنوية ولا ينفع كثيرا فريق المغرب الفاسي، لأنه 3 نقاط هي مطمع الشرعي وهو الرهان الاستراتيجي المهم. لكن الأكيد بأنه 3 نقاط يلزمها عمل ويلزمها جهد ويلزمها حظ. ضغط الآن شامل فتحي، ولكن الحكم يقول ضربة خطأ. إذا سندخل في ال5 دقائق الأخيرة، دائما 0 لمثله، وسيستمر الحوار إلى ما بعد هذا الشوط الأول إن لم تكن مفاجأة في ال5 دقائق. أكيد بأنه هزيمة وداد فاس هي تخدم مصلحة الطرفين. كذلك اللقاء لن يكون سهلا اليوم للجيش الملكي. كما قلت الزمن الجميل، الزمن الجميل لفريق الجيش الملكي هل سيعود؟ ما قلت الجيش الملكي لا يستحق هذه الوضعية صراحة. مصدومون في فريقين بشكل كبير جدا حول نتائجهم هذا الموسم. يمكن أقول أو يمكن أن نتفاهم بأن الجمعية السنوية صعدت من القسم الوطني الثاني، وبالتالي تسعى للبقاء. هذا ليس تقليصا وليس تقليل من حجم قيمة الجمعية السنوية التي كانت دائما، هذا الفريق دائما يدخل في بوابة الفرق التي نشطت البطولة لا القسم الأول ولا القسم الثاني. كان مدرسة وفريق أعطى العديد من اللاعبين، لكن نقول أن فريق المغرب الفاسي الذي كان توج بالثلاثية كيف اندحر هذا الموسم نظرا لقيمة وبنك لاعبيه. كذلك فريق الوداد الفاسي يمكن أن نتفهم الظروف الصعبة واللوجستيكية التي يعيشها الوداد الفاسي،
لكن نقول بأن الجيش الملكي والمغرب الفاسي هذا مكان ليس بطبيعي لهم. لكن كرة القدم لا تعترف لا بالطبيعة والغير الطبيعة، ولكن تعترف بمنطق الكرة المستديرة ومنطق 90 دقيقة. وفي كرة القدم الإفريقية أكبر الدروس. إذن على العموم عبد اللطيف نصير مغرب الفاسي سيدخل مغامرات كأس الاتحاد الإفريقي. إذن الجولة الأولى تسير نحو النهاية، أقل من دقيقتين على نهاية هذه المباراة. تيغانا ليوسف القناوي، المدافعون تفوقوا على المهاجمون، وبالتالي الجولة الأولى لا غالب ولا مغلوب، وبالتالي الجولة الثانية الجولة الثانية سيكون حديث آخر ما بين المدربين، علما أنه فريق المغرب الفاسي تنتظره مباراة مؤجلة أمام فريق الجيش الملكي. مراد حيبور، عزيز الكناني، فام عمار، حيبور، إذا لحظات سندخل في الوقت البدل الضائع، لحظات سندخل في الوقت البدل الضائع. الجولة الأولى لا غالب ولا مغلوب، 0-3. معظم فترات هذه الجولة الأولى تركزت في وسط الميدان، وبالتالي كان صعب على أي طرف أن يفرض نفسه. نتابع الفاتحي من خلال هذه المحاولة، كانت محاولة خطيرة. هذوما الكرات التي حبد الفاتحي، دقيقتين كوقت بدل ضائع زمني سيمتد ما بعد 45 دقيقة. هشام الفاتحي حاول أن ينفرد ويمرر في اتجاه تشيغانا، ولكن لحد الآن لا جديد. كرة عالية، إذن أعتقد بأنه التعادل منصف للطرفين خلال هذه الجولة الأولى، لا غالب ولا مغلوب ما بين الطرفين، وأكيد بأنه الجولة الثانية سيكون حديث آخر ما بين اللاعبين وما بين المدربين. طالب هل سيوصي لاعبيه بأنه التعادل يمكن أن يكون أقل الأضرار وأحسن الأحوال من خلال معطيات المباراة، وأمين بن هاشم هل سيحط لاعبي على مزيد من الجهد؟ لكن أي هدف قد يربك الحسابات وقد يغرق الفريق، وبالتالي هل سيكون التعادل مرضي للطرفين خلال الجولة الثانية نظرا لمعطيات المباراة؟ ولكن أعتقد بأن الكلمة ستكون للمدربين ما بين الشوطين وللاعبين الإنصات، والكلام سيكون خلال 45 دقيقة القادمة، لكن بعد خطبة المدربين ما بين الشوطين. بامامر آخر المحاولات خلال هذه الجولة الأولى. نصير الرحمن يستعد
للإعلان عن النهاية. وفي هذه الأثناء مولينا الرحماني ينهي هذا الجولة الأولى. البياض في كل شيء، ليس هناك فرص حقيقية للتسجيل، وأعتقد بأنه تعادل منصف خلال هذه الجولة الأولى، طمعا وأملا في أن نتابع جولة ثانية بإيقاع أحسن وأكبر وبفرص حقيقية للتسجيل، والفوز يكون لمن يستحق وللأشهر. مشاهدينا الكرام، والشايبة يحييكم على أن أعود في الجولة الثانية. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الدورة 18 على قناة الرياضية. الدفاع الجديد، الفتح الرباطي، مباشرة الأحد على الساعة 3 بعد الزوال. الرياضية.com موقع ينقلكم إلى عالم الرياضات الوطنية والدولية. أخبار، صور ونتائج مباشرة للمباريات، وفرصة للتواصل معنا من خلال صفحة القناة عبر شبكتي تويتر وفيسبوك. الرياضية.com في قلب الحدث الوطني والدولي. الدورة 18 على قناة الرياضية. الجيش الملكي، أولمبيك أسفي، الأحد مباشرة على الساعة 6:30 مساء.
challenge all our men. Bravo! 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 Brav